السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. معكم مستر إبراهيم السيد. إن شاء الله هنشرح مع بعض منهج الساينس ترم أول. طبعا المنهج اللي هنبتدي بالدرس الأولاني النهاردة إن شاء الله، اللي هو بعنوان Attempts of Elements Classification. Attempts يعني محاولات، elements عناصر، و classification تصنيف، يبقى محاولات تصنيف العناصر او ترتيب العناصر. طبعا الدرس احنا مش هناخده على مرة واحدة، هنقسمه الى حلقات. عايزك تتابع الحلقات دي كويس، وهنمشي جزئية جزئية في الدرس. عايزك لو مش متابع القناة سجل في القناة، اضغط سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد نضيفه للقناة، واضغط لايك للفيديو. واي استفسار حابب تستفسر عنه ابعته في كومنت اسفل الفيديو وان شاء الله هرد عليك. وتابعنا على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، ان شاء الله هنزل فيه ملازم اللي انا بشرح منها ديت، هنزلها كلها المذكرات ديت باذن الله. تعالوا كده نبتدي بالدرس بتاعنا. هنبتدي بمثال الاول من الحياة الواقعية اسمه محاولات تصنيف العناصر. لو انت والدتك في البيت هتغسل لك الهدوم بتاعتك وهتنشرها، وبعد ما الهدوم تنشف هيحصل حاجة من اتنين، يا اما ان هي هتلم الهدوم وترتبها يعني تطبقها، هتطبق المناطيل لوحدها والامصان لوحدها وهتحطهم لك في الدولاب، درفة للمناطيل ودرفة للامصان، او الحاجة التانية اللي هي العكس، هتلم الهدوم على بعضها كده من عفشة مناطيل على امصان على مش عارف ايه، وتقوم جاي حطهم لك كوم واحد على بعضه كده برضو في الدولاب. لو انت داخل تجيب قميص مثلا بتاع المدرسة الصبح عشان تروح المدرسة، هل لو الهدوم منعفشة هتعرف تخرج القميص على طول من وسط الدولاب؟ طبعا لا، لان الهدوم مش منظمة يعني مش مترتبة، هتاخد مني وقت جامد جدا على ما اني الاقيها وهتتعبني، بقى هتاخد مني وقت ومجهود. لكن في الحالة التانية بقى، لو الهدوم متنظمة ومترتبة اللي هي متطبقة، قالك لا في الحالة ديت على طول هتروح على درفة الامصان هتسحب القميص بكل سهولة، يبقى هيوفر عليك الوقت والمجهود. اهو نفس الشيء العلماء عملوه مع العناصر، لما لقوا ان عدد العناصر الـ elements عمال يكتر، العلماء كل يوم يكتشفوا عناصر جديدة، كل يوم يضيفوا عناصر جديدة لغاية دلوقتي ما العناصر كترت جدا. فقالوا لك لو احنا سبناهم منعفشين كده مش مترتبين من غير نظام مش هنعرف ندرسهم، ولا الطلبة هيعرفوا يذاكروها بعد كده في الكتب. طب امال نعمل ايه؟ قالك لا احنا نبدأ ننظمها بقى ونرتبها عشان نقدر نجمعها لهم في كتاب ويذاكروها بعد كده وتبقى حاجة سهلة عليهم. فهنا بقى many attempts are made by scientists for classification of elements. يجي يسألك ده سؤال دايما يجي give reason في الامتحان، يقول لك حل لما يأتي، لماذا تعددت محاولات العلماء؟ many ديت يعني تعددت، attempts محاولات، وscientists العلماء، classification في تصنيف العناصر، للعلماء محاولاتهم تعددت او حاولوا كتير ان هم يصنفوا العناصر. الاجابة هتبقى to be easily studied، يبقى لسهولة دراستها. لسهولة ايه؟ دراستها. يبقى لماذا تعددت محاولات العلماء لتصنيف العناصر؟ هنقول له to be easily studied، لسهولة دراستها عشان تقدر انت تذاكرها في كتاب بعد كده. طيب المحاولات ديت بقى عندي attempts to categories the elements. يعني بيقول لك محاولات تصنيف العناصر، attempts محاولات، attempts to categories the elements يعني محاولات تصنيف العناصر، attempts يعني محاولات، categories categories ديت يعني تصنيف، وelement العناصر. عندي ثلاث محاولات، العلماء قاموا في كم محاولة؟ بثلاث محاولات. number one the periodic table of مندليف، يبقى أول محاولة الجدول الدوري لمندليف، periodic table الجدول الدوري، periodic ديت يعني دوري. number 2 المحاولة الثانية the periodic table of موزلي، الجدول الدوري لموزلي. number 3 the modern periodic table يعني الجدول الدوري الحديث، وده بقى اللي احنا هنكمل معاه إن شاء الله في الثانوي في الكيمياء بإذن الله. طيب تعالوا كده نتنقل للمحاولة نمبر 1، ناخدهم واحدة واحدة كده. The periodic table of مندليف، نبدأ الأول بالجدول الدوري لمندليف. هتكلم شوية عن الجدول الدوري لمندليف، بيقول لك إيه؟ It is the first real periodic table، يعني هو أول جدول دوري حقيقي، real ديت يعني حقيقي.
وبريودك تيبل يعني جدول دوري. يبقى لما اجي اوصف الجدول الدوري بتاع مندليف هقول عليه ايه؟ هو اول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر، يبقى it is the first real periodic table. مندليف prepared 67 cards to represent the elements. يعني مندليف احضر، prepared دي يعني احضر او اعد، 67 بطاقة. cards دي يعني بطاقة عاملة زي ورق الكوتشينة كده، جبنا 67 ورقة زي ورق الكوتشينة كده وكتبنا، وكل بطاقة من ديت represent بتمثل زي elements، بتمثل عنصر من العناصر. يبقى عدد الجدول، عدد العناصر في جدول مندليف كانوا كام عنصر؟ 67 عنصر. كيف اعد مندليف الجدول ده؟ اول حاجة ان هو prepared احضر 67 بطاقة، 67 cards، كل بطاقة من ديت بتمثل ايه؟ بتمثل element عنصر. he arranged them، هو رتبهم according to، وفقا ليه atomic weight، رتب العناصر ديت في جدوله حسب الوزن الذري. واربط معايا مندليف دايما بالوزن الذري اللي هو الاتوميك ويت. اتوميك ويت يعني الوزن الذري، اتوميك يعني ذري. هي ارينجد ذا اليمنت، هو رتب العناصر ان فيرتيكال كولوم اللي هي جروبز، يعني رتبها في اعمده، كولومز كولومز ديت اللي هي اعمده، فيرتيكال فيرتيكال كولومز يعني اعمده راسيه. العمود الراسي معروف اللي هو شكل العمود الرأسي، يبقى vertical columns يعني أعمدة إيه؟ أعمدة رأسية. يبقى ورتب العناصر في أعمدة رأسية. الأعمدة دي تسمت بعد كده باسم groups، مجموعات. He discovered that atomic weight increase by moving from left to right in period row. يعني هو اكتشف إن العناصر أو الوزن الذري للعناصر increase يزداد بالتحرك من يسار الى يمين، left to right in period row، في الصفوف الافقية. الصف الافقي اللي هو الخط الافقي بالشكل ده كده، بيبقى خط افقي، يبقى الصف الافقي بيبقى كده، ده كده صف افقي. يبقى left to right in period row يبقى صف في الصفوف الافقية، يبقى period row دي اللي هي الصفوف الايه؟ الافقية. طب تمام، يبقى تاني كده، يبقى مندليف the periodic table of Mendeleev، بقول لك it is the first real periodic table، هو أول جدول دوري حقيقي لتصنيف العناصر. Mendeleev prepared 67 cards، أحضر 67 بطاقة to represent the element، كل بطاقة من دي بتمثل عنصر. he arranged them according to its atomic weight، هو رتب العناصر حسب أوزانها الذرية. he arranged the element in vertical columns، يعني هو وضع العناصر في أعمدة رأسية اللي هي سميت فيما بعد باسم الجروبس، المجموعات. he discovered، هو اكتشف ذات atomic weight، ان الوزن الذري increase يزداد by moving from left to right، بالانتقال من يسار الى يمين الجدول في الصفوف الأفقية اللي هي period row. row اللي هو الصف الأفقي. عندي بعد كده جدول مندليف ده له مميزات وله عيوب، advantages اللي هي مميزات و disadvantages اللي هي العيوب. طب نبدأ الأول بالadvantage اللي هي المميزات. هي clarified a relationship between element and their property and their properties، يبقى هو وضح أو بين العلاقة اللي بين العناصر وخواصها، يبقى هو اللي وضح لنا العلاقة بين العناصر وخصائصها. عندك طبعا الخصائص انت درستها في بريب نمبر 1 اللي هي الفيزيكال كاركترستيك، الخواص الفيزيائية. طيب عندي نمبر 2، هي ليفت سبيسز، هو ترك مسافات اللي هي امبتي سيلز يعني خانات فارغة، ان هيز تيبل في جدوله، اند بريدكتد the discovery of new element، لانه تنبأ باكتشاف عناصر جديدة. يبقى مندليف تنبأ باكتشاف عناصر جديدة، predict دي يعني تنبأ، discovery اكتشاف، new element عناصر جديدة. ولذلك he left spaces empty cells in his table، ترك لها خانات فارغة. طيب نمبر 3 من الحاجات الكويسة برضو من الادفانتج بتاعت مندليف، المميزات بتاعت مندليف، ان هو he corrected the wrong estimated atomic weight of some element، يعني هو
صحح الأوزان الذرية المقدرة خطأ لبعض العناصر. corrected يعني صححها أو صوابها. wrong estimated يعني estimated يعني مقدر أو تقدير. estimated wrong بقى اللي هي المقدرة خطأ. atomic weight الأوزان الذرية المقدرة خطأ لبعض العناصر. some element لبعض العناصر. راح جاي هو بقى صوب الأوزان ديت أو صحح. طيب يبقى دي المميزات. طب نتنقل بقى على disadvantages العيوب. عندي number one he had to deal with the isotope of one element due to the difference in their atomic weight. هو كان هيتعامل مع نظائر العنصر الواحد على أنها عناصر مختلفة لاختلاف الأتوميك ويت بتاعها لاختلاف أوزانها الذرية. النظائر طبعا دي صور مختلفة لذرات عنصر واحد، يعني هو في الأصل عنصر واحد. مثال عندنا إكزامبل الهيدروجين مثلا H H H. لو جينا نبص تحت، تحت بيبقى العدد الذري اللي هو الأتوميك نمبر 111 العدد الذري ثابت، لكن فوق بقى العدد الكتلي اللي هو الوزن الذري الاتوميك ويت. هنا 1 هنا 2 هنا 3 يبقى الوزن هنا اختلف. فمندليف افتكر ان لما الوزن هنا اختلف افتكر ان ده بقى ذره ودي ذره ثانيه ودي ذره ثالثه. لا، هو في الاصل اسمه هيدروجين. يبقى من الاخطاء او الديس ادفانتجز العيوب اللي اتمسكت على جدول مندليف ان هي هاد تو ديل ان هو تعامل ديل دي يعني تعامل وذ مع the isotopes يعني مع النظائر isotopes اللي هي النظائر of one element لذرات العنصر الواحد مع نظائر العنصر الواحد due to the difference in their atomic weight لاختلافها في أوزانها الذرية. بتعامل مع نظائر العنصر الواحد على أنها عناصر إيه مختلفة difference. he had to make a disturbance in the ascending order of atomic weights for some elements to put them in a group. يعني هو اخلي بالترتيب التصاعدي، اضطر الى الاخلال بالترتيب التصاعدي للاوزان الذريه الاتوميك ويت دي الاوزان الذريه لبعض العناصر some element لانه كان حطهم او وضعهم في المجموعات اللي بتتناسب مع خواصه. فبالتالي لقى نفسه في الاخر الترتيب بتاعه اخل او الترتيب باظ في الاخر. يبقى هي هاد to make a disturbance. disturbance ديت يعني اضطراب او اخلال. in the ascending. ascending ده اللي هو الترتيب التصاعدي. يبقى الترتيب التصاعدي اللي هو الاسندنج. وdisturbance الاخلال. disturbance in the ascending اخلي بالترتيب التصاعدي. بسبب ايه بقى؟ هو طبعا اخلي بالترتيب التصاعدي للاتوميك ويت للاوزان الذرية. بسبب ايه؟ لبعض العناصر بسبب to put them لانه وضعهم in a groups في المجموعات. يبقى دي كده عيوب جدول مندليف. طيب عندي اتنين بعد كده يجي يقول لك give reason. يقول لك why did the he put more than an element in one place. ليه مندليف اضطر ان هو يحط اكتر من عنصر في خانه واحده one place يعني في خانه واحده؟ هنقول له because they are similar properties لأنهم متشابهين فين؟ في خواصهم، لأنه كان بيحط العناصر لشكل بعضهم في الخواص في مجموعات. طيب هنتوقف لحد هنا. خدنا النهاردة المحاولة الأولى بتاعت جدول مندليف ماشي، وإن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله نكمل درسنا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.